لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. وفيهم البعض يقول لك راه الرئيس امر باعاده خالد نزار، ما امرش الرئيس، ربما ما سمعش فيه، خلاص الجيش اللي رجعوا، قياده الجيش اللي رجعته، قياده الجيش راحت ترجع الاعتبار لكل الاشخاص الذين حاربهم القيصر. يا ريت انك ترجع الاعتبار للمظلومين. وعلاش هذو من تاع الجيش، هذو مساكن اللي يتظاهروا المشطوبين وعندهم حقوق، وفيهم ناس كافحوا الارهاب، وفيهم مبليسين، وفيهم اللي دفعوا الثمن غالي، وعلاش هذو ما تردولهمش الاعتبار؟ واه ماتوا زوج وواحد طايره عينه ثالث، الله يرحمهم، ادعوا لهم بالرحمه، ادعوا لهم بالرحمه خاوتي. المهم ان شاء الله احنا ماناش متحركين لهم منا، الحقوق الحقوق ماناش متحركين لهم منا كاع، راهم هنا كاع معايا يا جماعه، ها مينا هم كاع المشطوبين لهنا، المنسق الولائي تاع وهرن. شا تقول لهم المنسق الولائي تاع وهرن؟ شباب نقولوا الله يرحم اللي ماتوا، حسبي الله ونعم الوكيل، هذا ما نقولوا خلينا همو خلي على الله يرحمهم سير. مازال رانا متواصلين، لا يولي ترجع لي جماعه، راهم متاسفين على اللي راهم حزينين على اللي ماتوا، جماعه راهم حزينين على اللي ماتوا، ما قدرناش نهضروا، ما قدرناش نحكوا، ما قدرناش نهضروا، ما قدرناش نتكلموا كاع. شوف جماعه، شوف لهنايا راك جماعه، راك كاين خاوتكم راهم توفوا، راهم توفوا في عين المكان، الله يخليكم جماعة، قوونا قوونا، رانا ضعاف، قوونا الله يخليكم، التحقوا بنا التحقوا بنا، راهم كاين ثلاثة ماتوا، الله يخليكم، عاونوا خوتكم، الناس راهي تضحي بالنفس والنفيس، الله يخليكم التحقوا بخوتكم. هذه القضية ماهيش قضية تاع فرد ولا زوج ولا ثلاثة، راهي قضية مشتركة، راهي كاع قضية تاع جميع، الله يخليكم، ما تخلوش خوتكم يروحوا هكا، راه خوتكم توفاو، راهم توفاو، هذا هما شكطوطه توفاو، هذا بني ادم عندهم عائلات، توفاو بني ادم وماتوا على خاطركم، راهم ماتوا شهداء على خاطركم، على قضيه ما قاعدين في الزوار، والله لا عيب، اقسم بالله لا عيب، والله لا عيب، اقسم بالله لا عيب، والله لا عيب، والله يجي النهار، يجي النهار تندموا على هذا النهار، تندموا عليه، تندموا عليه، يلا راكم قاعدين في دياركم يا خوتي. احنا ليسونسيال ما نسمحوش، ماتوا لنا زوج واحد عينه طايره، نموتوا كاع، والله نموتوا كاع، نقسم لكم بالله ما نسمح، والله نموتوا كاع، اقسم بالله مهما كلفنا الثمن ما نموتوا كاع، قضيه شرعا وقانونا، احنا قضيتنا مشروعه، ما يجيش واحد يطعن لنا في القضيه تاعنا. واش تقول الحاج؟ واش نقولها اخويا، واش غادي نقول؟ والله اللي نقولها، الله يرحم اللي توفى، الله يرحم اللي توفى، والله غير حق علينا، هذو حق علينا بمعنى كلمه، حنايا انا كنا احنا اللي خرجنا البلاد من الأزمة هذه اللي راهم فيها، هما راهم عايشين بيان، لي جينيرو يخلصوا 55 مليون، 55 مليون بلا لي واسم ولادهم، ولادهم كلشي باطل، كانوا إرهاب وكرموهم، كانوا إرهاب وكرموهم، حنايا حنا خدمنا باطل تسمى، كنا نخدموا 400 ألف، الماكلة ما تكفيناش، كنا نخدموا 400 ألف واحد بابري، وما نسامحوهمش، كاع جينيرات خوالي كامل، سون إكسيبسيونيل، هذا واش نقول؟ شكرا، والله يا خاوتي ما نتحركوا منا، حنا ما نتحركوش منا. مطالبين بعض الحقوق البسيطه، بل انهم ضربوهم، خرجوا لهم الدرك الوطني، وانا نحير في الدركي اللي يوصل يضرب عسكري سابق كان يكافح في الارهاب ويطالب بحقوقه، صدقني ايها الدركي انت اللي تضرب في هذا، راح يجي نهار وتظل انت كما من مثل هؤلاء تجري تطالب بحقوقك، ويجوا اجيال اخرى يزيدوا يضربوا، لانك سنيت سنه سيئه، تروح تضرب عسكري سابق كان يكافح الارهاب، كنت تشوفوا الرجال ماذا دفعوا الثمن في مواجهة الجماعات الإرهابية، ماذا قدم الكثير من المشطوبين من الجيش، والله فيهم اللي نعرفهم كانوا أبطال، الآن مساكن راهم يطالبوا بعض الحقوق، الدولة اللي نهبها نهبوها بالمليارات، يطالبوا مساكن بعض الحقوق، بعض الحقوق يخرجوا لهم الدرك الوطني يضربوه، وهذا هل هذا منطق؟ كيفاش ترد الاعتبار ليه؟ أنت ترد للواحد مثل خالد نزار، خالد نزار اللي عنده شركات وتورط في قضايا فساد وقضايا حقوق الانسان، وراني كنت عسكري وما نتكلمش، راني كنت ضابط في المؤسسه العسكريه وفي عهد خالد نزار وما نتكلمش من فراغ، يستحق ان تفتح ضده ملفات نتاع انتهاكات حقوق الانسان خالد نزار،
ترجعوا كبطل وفي طائرة خاصة وطائرة رئاسة الجمهورية وتفرش له السجاد الأحمر، وربما ما زال غير ما يجيبوا له شكل الولاد الصغار والبنيات الصغار يقدموا له الورد. وعسكري مسكين كان قضى فترة العسكر نتاعو قضاها في الجبال يكافح في الإرهاب وفي الجماعات الإرهابية التي لو نوجع حتى دمرت الجزائر ومزقتها، نهار اللي يخرج يطالب بحقوقه تدخله الدرك الوطني. انظروا لهم، ميزانية الجيش الوطني الشعبي راهي أكبر ميزانية، مليارات. يعني واش راح يضر الدولة الجزائرية كي تنظر إلى حقوقهم وهما استرجعوا لهم حقوقهم؟ انظروا لهم الملفاتهم. لما يخرج عسكري سابق يوصل يولي يتظاهر ويفتح صفحات في الفيسبوك راهي إساءة للمؤسسة العسكرية. مش هذا أسائلها. المؤسسة العسكرية أساءت لنفسها لأنها لم تستجب إلى هؤلاء وخلتهم حتى بدأوا اللي يتظاهروا. العسكري ما كانش في ثقافته أنه يروح يتظاهر ويضطر أنه يعتصم ويضطر أنه يدير تجمعات، ما عندوش في ثقافته هذا، عنده في ثقافته إجراءات إدارية معينة ينال بها حقوق، عنده مطالب معينة يتقدمها بطلب ويطلبها. ولكن أنتم أوصلتم عسكريين إلى هذه الدرجة غدوة، ربما عسكريين أخرين ما زالوا حتى في الخدمة، مثل ما حدث للشرطة كي راحوا داروا مظاهرات وراحوا حتى رئاسة الجمهورية، يجي نهار ونشوفوا العسكر دايرين مظاهرات ورايحين وزارة الدفاع. إذا بقينا على هذا المنطق وعلى هذا النحو، العسكري ما يديرش هكذا، العسكري ما يتظاهرش. العسكري يطلب طلب لتكون إدارة معينة تأخذ بعين الاعتبار. أكيد راح إذا كان طلب حاجة غير منطقية، ولكن هذه مكافحة في الإرهاب. خالد نزار راهو هو وولاده قاعدين في فنادق خمس نجوم، خمس نجوم، والعماري وولاده كانوا في شرشال ويصبحوا يخدموا في النعجة ويخدموا في البوست ملاح، يدخلوا دبابات وبعد يصبحوا في السيكوريتي ميليتار، وغيره 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 من الضباط الكبار ولادهم وين يحطوهم، ولاد الشعب راك شايفهم وين عشناها المرحلة هذه. ولكن تشرف على كل حال، لأنها دفاع عن الجزائر ودفاع، على الأقل عاونوهم. إذا كانت تقول لي نسترجع جنرالات خلاص، شوف نقولها لكم، الدولة كي تكون الجيش مبني على قاعدة صحيحة ويتعامل كمؤسسة، خالد نزار إذا كان ابتزك بهذه الطريقة أو جيب تحاكمه، لأن فيهم دول تخطف، تقوم مخابراتها تجيب عسكري يهرب لها تخطفه وتجيبه. مش أنت هذا خالد نزار ابتزك من إسبانيا، الأخر بونويرة هرب لك تركيا، حتى الرئيس يضطر يتصل بالرئيس التركي أردوغان ويطلبه أكيد مقابل صفقة، صفقة تتعلق بليبيا، وزيد وزيد، ومازالوا جنرالات أخرين، مازالوا جنرالات أخرين هاربي، والجنرالات الأخرين اللي هاربين واش راح يديروا؟ تجيبوهم ثاني بصفقات؟ ها؟ كيفاش؟ لازم تديروا صفقات ثاني باش تجيبوه؟ لأنه يجب أن، أنا ما نتكلم على نتكلم عموما، ما أريد أن أتدخل في الشأن تسيير الجيش من داخله، ولكن هناك إشارة فقط يجب أن أقولها، هناك ثغرات كثيرة في تسيير الجيش الداخل يجب الانتباه إليها. إذا كان هذا ابتزك، الأخرى هرب لك بملفات إلى تركيا، الأخرى وهنا في فرنسا، الأخرى وفي بلجيكا، وهذم ضباط كانوا مسؤولين كبار في الدولة، يهرب ويعود يبتز الدولة الجزائرية، وتبقى الدولة الجزائرية تخضع إلى المبتزين هذا. ما هيش هكذا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.